رب العالمين. يمكن من الحاجات اللي انا برضو كنت عايز اتكلم فيها ويمكن اتكلمت فيها في البدايه مع كابتن اسامه ولكن هو اتكلم في كذا نقطه، حته عيله النادي الاهلي. عيله النادي الاهلي بتحسها في تواصل الاجيال مع بعض، يعني مش بتحسها وهم في الملعب بس، لا بتحسها بعد كده بعد ما بيبطلوا التواصل، حتى مش لعيبه مع لعيبه، لا لعيبه مع لعيبه، لعيبه مع اجهزه، لعيبه مع مجلس اداره، لعيبه مع رئيس مجلس اداره، لعيبه مع جمهور. احنا دي حاجه موجوده عندنا بس في النادي الاهلي. كابتن عادل، يمكن حضرتك لعبت فتره في النادي الاهلي ولعبت ومرنت في انديه تانية لها كل الاحترام، اللي انا بتكلم عليه ده اكيد مريت بيه في النادي الاهلي وشفته بره النادي الاهلي. طب يا كابتن خليني اخدك في حته لازم كلنا نعترف بيها، البطل في كل مكان، الصغيره تتقبل له قوي والكبيره تتصغر له قوي. دي حقيقه يعني. ايوه اديك شفت كاس العالم قبل ما نلعبه للانديه، ده كاس ملوش لازمه، مش معترفين بيه، ده النادي الاهلي بيلعب بطوله سهله جدا، ايه كاس العالم للانديه دي؟ دي واحد. النادي الاهلي لما يجيب الثالث يقول لك احنا ممكن نعمل حاجه كويسه نكسب الباير ولا الحاجه، الناس كلها بتتكلم على كده. ايوه طيب احنا ايه اللي مقوينا كنادي اهلي؟ الكباتن اتكلموا في كل حاجه وانا مش هعيد الكلام، العائله واحده والحاجات دي كلها، لا انت محترف. دايما بتشتغل باحترافيه، عمر ما الحب لوحده، ها عمر ما الحب لوحده ينجحك. علشان الناس ما تاخدش في دماغها ان النادي الاهلي بيشتغل بالحب والعيله والحاجات دي، لا والنادي الاهلي محترف طبعا، النادي الاهلي فيه احتراف، النادي الاهلي فيه كيان لفرقته، النادي الاهلي ليه ثوابت في كره القدم، النادي الاهلي فيه ليه ثوابت اداريه، النادي الاهلي بيحاسب اللعيبه كويس قوي، اللعيب بيقدر يجمح جماح نفسه لما بيغلط، دي حاجه تانية، اللعيب لازم يعرف انه وان واي لازم يكسب بس. فكل الحاجات دي نابعه من احترافيه النادي الاهلي فوق الكلام اللي الكباتن اتكلموا عليه، مش هعيده، لكن الاحترافيه الحقيقيه، يعني انت اتكلمنا واكتر من مره وانا بعني الكلام اللي بقوله، ما عادش عليك دي ساعه فرقتك من غير مدرب بعد فايلر. ايوه وده النجاح. ليه بقى؟ واقولها وازيدها واعيدها، لان اوضه اللبس من اهم عناصر النجاح في كل فرقه في العالم. اوضه اللبس لما بيحصل فيها بلبله وكلام كتير، ايه اللي بيحصل؟ الفرقه ما بتركزش. انت ركزت ورحت خدت بطوله افريقيا وبعدين رحت خدت كاس العالم، رحت اشتغلت مع في كاس العالم للانديه، خدت مركز ثالث ومركز كويس قوي، لعبت ثلاث ماتشات صعبين، نزلت على المريخ، كسبت المريخ في مصر وخرجت خسرت من تنزانيا، واتكلمنا في امر تنزانيا ده كتير من الاحوال، قلنا ان اجهاد وحاجات كتيره من هذا القبيل، لكن في الاخر روح النادي الاهلي هي السيده مع احترافيه النادي الاهلي. ده وجهه نظري، ان احنا بلاش نقعد كتير نتكلم في حته صحيح الحب وبس، لا انت مش بتحبه بس، صحيح انت بتشتغل وانت محترف قوي. مظبوط. ولولا انك انت محترف عكس الانديه كتيره قوي في مصر ما كانش نتائجك تبقى بالشكل ده، ما تبقاش انت متسيد جميع البطولات. مظبوط.